صراحه يعني اول حاجه تنشكر انا اللاعبين اللي قدموا واحد المجهود اللي كبير، يعني تاحوا لنا عده فرص يعني في بريمير طون ما استطعناش اننا نسجلوهم. شنقول كما قلتي بعدنا شويه على الشامبيونه، ولكن باقي كلشي ملعوب. نتمنى من الله ان يعني في اللقاء الجاي ان نحققوا الانتصارات. يعني كون كان التحكيم يعني نزيه صراحه كون كنا يعني فريق حسنية أكادير انه يفوز بالبطوله، يعني خمس دورات اللي غتبقى 5 دورات. فصراحه تنتمنى من المسؤولين ان ينتبهوا لهذه الظاهره، هذه هي ظاهره التحكيم، لان التحكيم ناقص صراحه هذا العام. كما قلتي بعدنا على 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 البطوله. تمام الله يعني كما قلت لك انا المباريات الجايه اللي باقيين نحطوا واحد نحققوا شي نتيجه ان شاء الله اللي تخوننا نفسه ان شاء الله، ونلعبوا شي يعني نلعبوا شي مظاهره ان شاء الله في نمثلوا المغرب خارج الوطن. وهادشي اللي كاين تنقول للجمهور يعني يسمح لينا لاننا بعدنا على الدوري، ونضربوا لهم موعد ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله اللي غيكون واحد الفريق اللي يكون جاهز وينافس على البطوله مره اخرى ان شاء الله. فغتكون واحد مقابله صعبه، خصوصا ان الفريق الجديد تا هو كينافس على المراتب الاولى، ما غيكونش بالخصم السهل. فاحنا غنستعدوا لهذه المقابله باحسن استعداد اللي تخلينا اننا نزيدوا نتسلقوا سبورة الترتيب. فما علينا الا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تنسينا في هذه المباراه اللي انهزمنا فيها، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا.